خلونا نشوف هذه المعلومات عن الدعم المصري المقدم لدعم الأشقاء في ليبيا. احنا متابعين الموقف هناك، كان الاجراء العاجل دلوقتي ان احنا نخفف ما امكن من الاثار الناتجه عن دي، سواء بفتح الطرق والمعابر اللي ممكن تخلي حركه داخل المدينه او للمدينه سهل. قصدنا نبعد حمله الطائرات مستر القادره على ان هي تدير ازمه من غير ما يكون عبء على الدوله اللي فيها الازمه، اللي هي في الحاله دي ليبيا. اتمنى ان احنا بسرعه نبقى موجودين هناك ونقدم أشقائنا الدعم، ونتمنى لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يتجاوزوا هذه الأزمة الكبيرة.